ودلوقتي بقى نروح مع حضراتكم لأهم المانشيتات والصحافة الرياضية. خلينا نروح سكايب مع الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي، ونتابع أهم الأخبار الرياضية طبعا زي ما احنا متعودين في الصحف والمواقع، وأكيد هناخد تعليق منه عن السوبر. عندنا لسه أسئلة كتيرة جدا. يا أيمن بونجور عليك. مساء الخير. مساء الخير يا لا مساء ازاي كريم نعوم. انت لسه ما نمتش صح كده؟ لا كان ويك اند جميل بقى بخصوص السوبر. صحيح صحيح. اولا الف مبروك علينا كلنا، ومش عشان السكور بس يا ايمن، لا احنا شفنا الاهلي عاد من جديد. هو ما كانش غاب لكن كان شويه متعثر، لكن عاد من جديد الاهلي اللي احنا نعرفه. فلازم هنا نقف شويه ونبدا ناخد منك تعليق على المباراه، شفتها ازاي اداء كمان ونتيجه؟ اتفضل. لا طبعا في البداية يعني زي ما انت قلت في الأول برضو كان من هني كابتن محمود الخطيب بعيد ميلاده، ربنا يديله دايما الصحة وإن شاء الله يرجع لنا في أقرب وقت. كل سنة وهو طيب. بالتأكيد لا ماتش السوبر النادي الأهلي عمل أداء جيد جدا. كولر كمان يعني زي ما بنقول كده، هي مباراه مع مباراه، هو الراجل هيتعرف على الفريق بشكل اكبر، هيحط ايده على المشاكل وهيصلح السلبيات ويخليها ايجابيات. لا كولر عمل مباراه كبيره جدا امام فيريرا. النادي الاهلي كان الاكثر ثباتا، الاكثر هدوءا في الملعب، استغل الفرص اللي اتيحت له. كمان لو كان يعني كان في فرصتين ثلاثه لو كان النادي الاهلي قدر يستغلهم كان ممكن يخلص المباراه بشكل مبكر. تقريبا احنا الخطوره اللي كانت على النادي الاهلي يعني ما اعتقدش الشوط، يعني مش متذكر الشوط الاول كان في اي خطوره، والشوط الثاني يمكن طبعا نادي الزمالك كان عايز يعوض فرق الهدف فكان بيهاجم بشكل اكبر. لكن لا النادي الاهلي اداء في الملعب واداء جمهوره في ملعب هزاع بن زايد اللي احنا بنسميه وش السعد، تقريبا النادي الاهلي ما خسرش ولا ماتش سواء رسمي او ودي على هذا الملعب، فالحمد لله يعني حاجه جميله. طبعا اتكلمت في جزئيه مهمه جدا اللي هي موضوع الهدف الثاني بتاع النادي الاهلي ده. زي ما كلنا شفنا في الصوره كان في فعلا سبع لعيبه زي ما انت قلت كده موجودين وقت الهجمه، فيعني نقدر نقول ان النادي الاهلي اللي عمله داخل الملعب والاداء اللي قدمه داخل الملعب ممكن يكون فاجئ نادي الزمالك او فيريرا، لان هو نفسه قبل المباراه اتكلم وقال انا تقريبا دي نفس اللعيبه اللي انا واجهتها قبل كده، مفيش صفقات جديده يعني كمان يعني هو بالنسبه له. فلا هو اتفاجئ، وتصريحاته بعد المباراه بتدل على ان هو بيحاول بس يهدي من فكره الخساره. كمان تحديدا ممكن اضيف حاجه كمان، النادي الاهلي تقريبا لعب السوبر ده يعني السوبر المصري بدايته في الالفينات، يعني مش بطوله مثلا من التسعينات او الثمانينات، لا من الالفينات. النادي الاهلي تقريبا لعب البطوله دي ثلاث او اربع مرات، هو بطل الدوري والكاس زي ما بنقول كده اللي هي المصطلح بتاع بيلاعب نفسه. فالنادي الاهلي ممكن يكون لاعب نفسه في البطوله دي ثلاث مرات، وفي الثلاث مرات هو كسب، يعني الاهلي كسب السوبر، وفي مره الاخيره اللي هي كان هنقول اللي هي امام طلائع الجيش كان الاهلي بطل الدوري وبطل الكاس ولعب طلائع الجيش كوصيف للكاس والاهلي خسر. ما يعني هي دي لائحه البطوله مش بتاعتنا. والله هيبقى جميل لو قالوا ان بطل الدوري والكاس ما يلعبش السوبر وياخد السوبر يحتفظ بيه، هيبقى بالنسبه لنا احنا افضل يعني. والله العظيم بص انت بترد على حاجات احنا كلناش عايزين نرد عليها، بس كل ده جات منك. هو توضيح للوايح يعني، الحاجات دي بتتاخد يعني هوند ان هي مسلم بيها. يعني في ناس بتتعامل مع الحاجات دي على ان ايه ده الاهلي بيلعب الدوري، الاهلي ما خدش الدوري وما خدش الكاس وبيلعب، وكمان ده بيتقال ان الاهلي كان ثالث الدوري، مع ان مثلا البطوله دي كان وقت الاهلي كان تاني الدوري وتاني الكاس، لكن حتى بيتعاملوا على ان دي البطوله بتاعت النسخه الاخيره. فلا الناس لازم عشان بس ايه، في ناس بتحب تقول كلام وناس تانية تصدقه، فلا احنا بس بنوضح بشكل لطيف وبهدوء زي ما انت قلت كده. قناه النادي الاهلي دايما احنا هاديين في كلامنا واحنا بنحتفل كمان يعني. هو في الاول وفي الاخر دي لوائح، هيك عندك مشكله روح غير اللوائح يعني. المهم بالظبط كده. خلينا نروح لاول مانشيت معانا ومن الاخبار، بيتكلم بقى ايمن عن المنتخب طبعا الاولمبي
المانشيت كده تحديدا في اياب التصفيات الافريقيه، المنتخب الاولمبي بيواجه اسواتيني اليوم. طبعا انا هسالك هنا، انت شايف اصلا فكره خطوط المنتخب الاولمبي النهارده ممكن يبقى ايه، خصوصا ان احنا في مباراه الذهاب يعني حصلنا على تعادل، او يعني انتهت النتيجه بالتعادل السلبي؟ لا اعتقد المفروض ان المنتخب الاولمبي يبقى هو الاوفر حظا، المنتخب المصري يعني اسواتيني اللي هي كانت سوازيلاند قبل كده، بنتكلم انها منتخبات بتبقى غير مصنفه، والدور ده كمان احنا يعني ده الدور الثاني، فلا الطبيعي ان منتخب مصر هو اللي يعني يعدي ويعدي بسهوله. كمان المدرب البرازيلي اللي معانا دلوقتي المفروض انه حاطط كمان ايده اكتر على اللعيبه، اشتغل معاهم وشافهم في الملعب، لعبنا ماتشين وديين في الفتره اللي فاتت، وكمان يعني عنده بعض اللعيبه هي رجليها كانت موجوده في الملعب سواء في الاهلي او في الزمالك او في انديه اخرى، هو جيل جيد يعني ما نقدرش نقول جيل سوبر لسه ما شفناهوش صحيح. على الارض كده يعني بشكل قوي او ما تابعناهوش بشكل كبير، ولكن الاسماء اللي في القائمه زي ما بنشوف هي جيده، بنتكلم كان معاه تقريبا 7 أو 8 لعيبه من النادي الاهلي وعدد لعيبه من نادي الزمالك غير الانديه الاخرى، فلا اعتقد ان منتخب مصر المفروض يعدي المرحله دي وكمان يعدي المرحله اللي جايه، لان النهائيات هي دايما في البطوله دي اللي بتبقى صعبه، اعتقد النهائيات هتبقى في المغرب، احنا ظهرنا في الاولمبيات اللي فاتت فبالتاكيد عندنا طموح ان احنا نستمر وتواجدنا في الاولمبيات صحيح. ما يبعدش وما يبقاش كل فتره، فلكن انا شايف ان ممكن الوضع يبقى صعب، لكن املي ان المدرب البرازيلي يقدر ان هو يعني معاه وقت صحيح. وان هو يعني يساهم في ان الجيل ده يخرج منه افضل من كده يعني. طيب نروح بقى معاك للمانشيت الرئيسي في جريدة الجمهورية يا أستاذ أيمن، وبيكلم طبعا عن محمد صلاح اللي أكيد كان محقق امبارح يعني هدف هايل مع فريقه برغم خسارة فريق ليفربول، لكن هو المانشيت بيقول مو مفاجأة افتتاح المونديال، وطبعا التفاصيل بتاعت الخبر بتتكلم عن أنه هيكون إن شاء الله محمد صلاح ضمن فريق المحللين أو التحليل الفني في استوديو القناة الناقلة لفعاليات المونديال بحسب الاتفاق اللي تم ما بينه وبين إدارة القناة اللي طبعا بتملك الحقوق العصرية لهذه البطولة. فسؤالي ليك في رأيك يعني إلى أي درجة يعني هذا الأمر مهم وهيبقى عنصر جذب لكل الناس عشان تتابع محمد صلاح ويشوفوه للمرة الأولى وهو محلل فني ضمن فريق التحليل الفني في هذا في هذه القناة للمونديال، يعني شايف الموضوع ده إزاي؟ والله هو الموضوع لما اتطرح قبل كده يعني اتطرح من كام يوم عن طريق وسيله اعلام قطريه الموضوع كان يخض شويه او يعني فعلا مفاجاه، كمان ان هم اتكلموا عن رياض محرز، فالنهارده جريده الجمهوريه كجريده مصريه بتتناول هذا برضو الخبر، بي ان سبورتس اعلنوا عن الطاقم المحللين عندهم ولكن فعلا ما اعلنوش عن وجود محمد صلاح، قد يكون زي ما موجود كده في الخبر ان هم مستنين يبقى يعني يعملوا له دعايه معينه او حاجه ضخمه. قطر طبعا في السنين الاخيره كانت بتحاول ان هي يعني تتعاقد مع محمد صلاح في فكره ان هو يروج لكاس العالم لكن ما حصلش، واعتقد هم حابين ان هم يستفيدوا من الفيجرز العرب بشكل اكبر، طبعا هم عندهم اسامي كبيره موجوده سفراء لكاس العالم طبعا من مصر في ابو تريكه وفي وائل جمعه، فاكيد بالنسبه لمحمد صلاح ده هيكون بالنسبه لهم اكيد امر قوي جدا، ده طبعا يعني طبعا اضافه كبيره وخطوه ذكيه من العالم هيبقى الحقيقة. محلل في الافتتاح والنهائي ده اكيد هيبقى حدث، هو ممكن يعني هم لما اعتقد تعاقد زي ده لو فعلا تم بالشكل معين ممكن صلاح ما يظهرش كمحلل حتى في الافتتاح بشكل اللي هو محلل يتكلم فنيات قوي، لا ده ممكن يقعدوا يتكلموا معاه في كاس العالم عن منتخب مصر عن ليفربول عن النجوم، يعني هيعملوا معاه حوارات بس هو يستخدمه كفكر يعملوا بيه دعايه لكاس العالم، هي هتبقى طبعا خطوه كبيره، فخلينا نشوف بس الستايل اللي هيعلنوا بيه عن الموضوع ونشوف طبعًا. الافتتاح هل فعلا صلاح، لان هو الكلام كله والمصادر كلها بتقول ان هو هيتواجد اعتقد في الامارات في فتره كاس العالم مع بعض اللعيبه بتاعت ليفربول اللي مش مشاركه في كاس العالم، هياخدوا فتره راحه وبعد كده هيعملوا زي اعداد او حاجه زي كده عشان استكمال الموسم بعد كاس العالم،
كاس العالم اللي جاي فيه نجوم كتيره قوي مش تلعب، سواء اللي ما تاهلوش وسواء للاصابات. فخلينا بما اننا مش للاسف مش هنستمتع بصلاح في قطر ومنتخب مصر في كاس العالم، يبقى جميل برضو ان احنا نشوفه في الاجواء نفسها طبعا يعني. طبعا حلو جدا. تعال بقى نروح للرياضه مره كمان، والماتشات بيتكلم عن ميسي طبعا التألق اللي شفناه، ميسي بيقود سان جيرمان وبي اس جي الى تعزيز صدارته. سؤالي هنا، هل بتشوف ان ممكن في الفتره اللي جايه يبقى في تنافسيه على فكره هنا لقب الهداف، والفجوه ما بينه وما بين مبابي ونيمار الى حد ما تختلف او تزيد الى حد برضو معقول، لان هم ارقامهم يعني ما هياش بعيده قوي، في تألق برضو لو احنا جينا كده ودرسنا كل واحد لوحده، لا في تألق للثلاثه بصراحه او زي ما قلنا الترايانجل ده. لكن بتشوف ازاي وفكره برضو عوده ميسي مره ثانيه للتألق اللي كان غايب عنه فتره، فكره احرازه الهدف برضو صناعه هدف اخر؟ خليني اعرف منك يا ايمن. لا، ليونيل ميسي الفترة دي أو الموسم ده يعني بيقدم لنا زي ما نقول كده عاد يقدم لنا المتعة تاني. الموسم الماضي هو حتى اتكلم في الموضوع ده، ودي برضو ممكن كلنا نتعلم حاجة، نتعلم منها إن موضوع يعني نجم هو بحجم ليونيل ميسي وصل لمرحلة كبيرة جدا في الكورة، تقريبا عمل كل حاجة، لكن لسه هو عنده الشغف ولسه هو بيطور من صحيح. نفسه وبيحسن من نفسه. الراجل هو اتكلم على ان السنة اللي فاتت دي او الموسم الماضي هو نقل عيشته كلها من كاتالونيا او من اسبانيا لباريس، فهو بالنسبة له دي كانت نقلة، ان النهاردة حياته كلها بتتغير، حياة أسرته بتتغير، بيتعود على مكان جديد. احنا بنتكلم على مستوى احترافي بصي عامل ازاي، لكن هو مجرد ان هو مستقر لمدة اكتر من 10 15 سنة في مدينة، راح مدينة تانية، فالامور كانت بالنسبة له مش افضل حاجة. فلما الامور استقرت بالنسبة له الدنيا بالنسبة له بقت أفضل، شفنا النهاردة هو الموسم الحالي بيقدم أرقام مميزة جدا، سواء مع باريس سان جيرمان في أوروبا أو حتى في الدوري الفرنسي. زي ما أنت قلتي فعلا هواند الثلاثي نيمار ومبابي وميسي عاملين حالة جميلة جدا الموسم ده حتى رقميا، ونيمار كمان الواحد حاسس إن هو بيلعب بمزاج أكتر، عمل اسيست امبارح كده كان جميل جدا، بس مبابي يعني الكره الحارس صدها. طبعا هي مشاكل باريس سان جيرمان كلها تتعلق في عقد مبابي والمشاكل اللي فيها الفلوس والحاجات دي، لكن لو فنيا الفرقه دي الثلاثه دول لو فضلوا فايقين في حالتهم كده ممكن باريس سان جيرمان يعمل مفاجاه في دوري ابطال اوروبا الموسم الحالي، ان هو يحاول يفوز بيها، وحاول قبل كده لكن لم ينجح امام تشيلسي على ما اتذكر، يعني صعد نهائي قبل كده وخسروا. فالمره دي وارد ان ميسي يكون ليه كلمه السر مع مبابي ونيمار، هنشوف. لكن فعلا ميسي حتى لو بعيدا عن فكره الهداف، لان برضه مبابي بنتكلم اصغر سنا ومركزه طبعا الى حد طبعا ما مهاجم، هالاند الناحيه الثانيه في مانشستر سيتي لو بنتكلم على الهداف اللي هو الكره الذهبيه او الحذاء الذهبي الاوروبي بتاع الدوريات الخمسه، لا لكن ميسي هو حاله، ميسي حاليا هو تقريبا كل تركيزه ان هو يروح كاس العالم وفت، لانه ده اخر كاس عالم ليه، بالظبط. وهو ده الصراع، هو ده اللي ما ينقص ميسي حاليا هو كاس العالم. كان في ليه محاولة قبل كده وفشلت أمام ألمانيا، هنشوف هل قطر ممكن تبتسم لميسي ويختم مسيرته في الملاعب بكأس عالم، ولا الموضوع هيبقى صعب يعني. هو الحقيقة المفروض يعني المتوقع، ودي حاجة كانت كل الناس مستنياها ومستنية تشوفها، فكرة إن باريس سان جيرمان المفروض بالكتيبة اللي عندها يعود بقى ويصنع مش مجرد يعود، ده تاريخ، يولع الدنيا، مش مجرد يعود، لكن اللي حصل غريب، وطبعا دي نتيجة طبيعية جدا ومنطقية لوجود حساسيات بين أكتر من لاعب والتاني. طيب خليني بقى أروح معاك يا أستاذ أيمن لآخر منشط في المنشطات اللي احنا بنناقشها معاك النهاردة، وهو من يلا كورة، والمنشط بيقول رئيس بايرن ميونخ متفائل بمشاركة نوير ومولر في كأس العالم. وسؤالي ليك انت شخصيا، شايف ايه مدى تأثير مشاركة نوير ومولر في المونديال على البايرن ميونخ بعد استئناف الدوري عقب انتهاء كأس العالم؟ لا يعني هو احنا شايفين اعتقد الدوري الالماني السنه دي مميز جدا، الانديه الى حد ما قريبه من بعض، بايرن ميونخ اوروبيا طبعا هو مكتسح كسبان كل الماتشات اخرهم برشلونه. لا وجود مولر لاعب مهم جدا على فكره، مولر واحد من اللعيبه اللي فعلا ممكن نقول لو ما فيش ميسي وما فيش كريستيانو الراجل ده كان ممكن ياخد الكره الذهبيه اكتر من مره،
واحد من هدافين التاريخي يعني ضمن الهدافين التاريخيين لكأس العالم والمنتخب الألماني، لعيب متكامل يعني، مش اقدرش اقول متكامل بس لعيب ما اقدرش استغنى عنه. مولر ده طبعا انا بقالي كتير قوي بشوف مولر في الملعب وبشوف ارقام مولر، لعيب مميز جدا ولعيب مهم جدا سواء لبايرن ميونخ او حتى المنتخب المانيا، وكسب معاهم كاس العالم وكسب معاهم يعني بطولات كتير. فهي الفكره كلها ان الوقت توقيت كاس العالم صعب على الكل طبعا، لانه موجود في شهر 12 او 11 و12 نص الموسم. فالنهارده اللعيبه في عدد كبير قوي من اللعيبه مصاب، يعني نتكلم دلوقتي هو مولر وناير مصابين، وارد ان ممكن يحصل حاجه وما يلحقوش كاس العالم. نتكلم في منتخب فرنسا، في بوجبا، في طبعا كانتي، في عدد كبير من اللعيب، في عدد كبير من اللعيبه فعلا بيتعرضوا لاصابات، والاصابات دي يعني ممكن يرجع منهم يلعب كاس عالم لو اتصاب تاني، مش هيساعد فريقه في النص طبعا التاني من السيزون. فالموضوع صعب. يعني نتمنى، انا الصراحه على المستوى الشخصي اتمنى ان مولر وناير يبقوا موجودين عشان نستمتع بيهم في كاس العالم. فنتمنى، اعتقد يعني ناير تحديدا هو بقاله فتره غايب بسبب الاصابه اللي في الكتف، ما نعرفش لسه ايه الامور، لكن ممكن اصابه مولر الامور فيها تبقى افضل لو هي مش تمزق جامد، يعني مجرد مشاكل في العضله، يعني مشاكل عضليه يعني يرجع او حاجه على كاس العالم. لكن هي المشكله اعتقد كلها في نوير، لان عنده مشكله في الكتف وبقاله فتره مش موجود. فنتمنى ان احنا اي حد مصاب قبل كاس العالم يرجع، طبعا لان احنا كده كده يعني هنتفرج طبعا على الدوري بتاعنا برضو لو النادي الاهلي يلعب هنتفرج عليه، بعد كده بقى نشوف بقى كاس العالم بيقول ايه. جميل، احنا بنشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده عبر سكايب. جزيل الشكر ايمن جلبرتو الناقد الرياضي الجميل، شكرا.